من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وحاليا احنا مستمرين طبعا في تغطيتنا مع ابطال طبعا البطوله العربيه للانديه سيدات التنس الطاوله بالنادي الاهلي. وحاليا احنا ما زلنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ومعي في هذه اللحظات طبعا كابتن الفريق كابتن نادين الدولتلي. كابتن نادين طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا في البدايه ابارك لك فوزكم وتتويجكم بلقب البطوله العربيه للانديه. الحمد لله، ميرسي قوي، الله يبارك فيك، ميرسي. طبعا يا كابتن نادين خليني في البدايه بقى اتكلم معاكي عن البطوله وصعوبتها، ويمكن ايه اصعب لحظه او اصعب مباراه بالنسبه لك؟ هي مشكلة بطولة الأندية العربية إن الأندية العربية بيجيبوا محترفين معاهم كتير، وهي دي بتبقى هو ده المشكلة، إن هما دايما محترفة بتبقى جامدة وبتجيب ماتشين، فإحنا ما ينفعش حد فينا يخسر ماتش، خلاص بيبقى هو ماتش واحد بالتلات ماتشات. بس الحمد لله المرة دي إحنا كان مستوانا كويس، فارق قوي يعني عن باقي الأندية، وكمان كان معانا محترفة برضو سمارة بطلة أوروبا، فالحمد لله كنا يعني نسبيا عن كل الأندية العربية التانيين كنا مرتاحين شوية. كان اصعب ماتش برضو اللي هو العراق، لان هم ده كان اقرب يعني هم احسن انديه العربيه اللي موجودين، وكان معاهم برضو محترفه كويسه طبعا جدا، وكانت كسبت يعني حد فينا في الجروبس، والحمد لله في الفاينل عرفت اكسبها وكسبنا الحمد لله. بس الحمد لله يعني ربنا سهلها. طبعا دورك يا كابتن في الفريق مهم جدا طبعا بجانب كابتن عادل الشومان مدرب العام للفريق، احكي لنا كنت بتتكلمي دايما ايه مع لاعبات النادي الاهلي قبل كل مباراه؟ بتحمسيهم ازاي؟ بتتكلمي معاهم تقول لهم ايه؟ والله هم مش محتاجين اي حاجه، هم كلهم ابطال كبار وكلهم مش اول مره يلعبوا بطوله، فيعني انا بصراحه ما بذلتش مجهود قوي يعني، هو بس كل اللي كنت بعمله هي تنسيق عشان الوقت هننزل امتى نتحرك امتى، بس هم كلهم يعني ابطال لوحدهم يعني. يمكن طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي امبارح يعني كان في مكالمه كان في مكالمه منه طبعا امبارح بعد فوزكم بالبطوله، احكي لنا قال لك ايه طبعا في المكالمه دي، وطبعا بعد ما هناكم بعد الفوز بالبطوله. هو بارك لي وبارك للبنات كلهم والجهاز يعني اتمنى الفوز برضو للولاد، بس هو انا كنت متوتره جدا الصراحه في المكالمه، كنت مبسوطه جدا، كانت مفاجاه حلوه جدا يعني. بس هو بصراحه يعني النادي وكابتن رؤوف وجوده معانا فرق معانا جدا، هو يعني احنا بنحبه جدا فعلا حقيقي، مش بقول كده وخلاص، هو كان بيجي لنا كل ماتشاتنا حتى الماتشات السهله والصعبه ودايما معانا، فلا بصراحه المره دي كانت مسانده هايله يعني الحمد لله. في دعم كبير من كابتن رؤوف والمجلس الاداره جدا جدا الصراحه يعني، في كل الماتشات كان دايما هو قاعد بيتفرج علينا على طول، حتى لو ماتش سهل واحنا متاكدين هنكسبه برضه يبقى موجود، بيركب معانا الباص من بدري، بيروح معانا واحنا بنسخن على طول معانا، بصراحه يعني كانت حاجه جميله. الفتره المقبله ان شاء الله يا كابتن نادين يطمحكم ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ خلاص يعني بعد الفوز بالبطوله العربيه هتستعدوا بقى الفتره اللي جايه ازاي؟ احنا عندنا الدوري بقى هيبدا خلاص في اخر سبتمبر واكتوبر. الدوري طبعا صعب، احنا السنه اللي فاتت كسبناه بالعافيه، كان فيري فيري كلوز، والسنه دي كمان في اخبار انهم الزمالك وجزيره الورد هيجيبوا محترفين، فطبعا ده هيحط ضغط جامد جدا. بس طبعا انا واثقه في اللعيبه اللي معايا جدا، هم كلهم ما شاء الله عليهم كويسين جدا، كلهم لعيبه منتخب، فدايما هيبقوا في بطوله العالم هيسافروها، بطوله افريقيا هيسافروها، فدايما هيبقى مستواهم جاهز. بس اتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى جاهزين نقدر على قد ما نقدر ناخد اول يعني ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن نادين، وخليني ابارك لك مره ثانيه طبعا بعد فوزكم بالبطوله. ميرسي قوي، شكرا، ميرسي. يمكن طبعا مستمرين يا كابتن هيثم معاك في تغطيتنا، ومعي يعني في هذه اللحظات طبعا التوأم والاخوات مريم ومروه هشام الهضيبي، طبعا برحب بكم في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني ابارك لكم على فوزكم بالبطوله العربيه. الله يبارك فيكي، شكرا جدا. خليني بقى طبعا في البدايه، يمكن انتوا دايما مع بعض في كل بطوله بتشاركوا مع بعض الفرحه، كلميني طبعا يا مريم في البدايه على اصعب مباراه واصعب لحظه بالنسبه لك طوال فترتكم طبعا المتواجدين فيها في الاردن. هو طبعا الحمد لله احنا كان فرق مستوى بيننا وبين الفرق الثانيه، فكان الى حد ما الماتشات مش صعبه قوي، يمكن كان اصعب ماتش هو العراق، واحنا كنا لعبناهم في المجموعه في اول البطوله خالص فكسبناهم الحمد لله، فلما جينا نلعبهم في الفاينل كان عندنا ثقه اكتر، والحمد لله قدرنا نكسبهم ساعتها 3-0. اصعب برضو مباراه بالنسبه لك واصعب لحظه، وكلميني طبعا عن مشاركتكم بشكل عام في البطوله العربيه. هي كانت بطولة الحمد لله ناجحة جدا وكويسة جدا، وكل الماتشات طبعا بنحترم كل اللعيبة سواء مستواهم أقل أو أعلى مننا، بس بالنسبة لنا كان أصعب ماتش فعلا هو العراق، لأن المحترفة بتعرف تلعب من إيران واللعيبة نفسها بيعرفوا يلعبوا، فكان بالنسبة لنا ده أصعب ماتش، بس الحمد لله برضو قدرنا إن احنا نكسبه بسهولة يعني.
كم بطولة بقى فزتوها مع بعض بقى غير البطولة دي؟ يعني كم بقى افتكري كده معايا؟ احنا الحمد لله غالبا من اول ما بدأنا 12 سنة واحنا بنلعب مع بعض نهائي سواء في افريقيا، يعني احنا من ساعة ما دخلنا 15 سنة لحد ما خلصنا في 21 احنا بنلعب نهائي افريقيا مع بعض، بنلعب الحمد لله الدوري دايما مع بعض، بنلعب بطولات الجمهورية مع بعض، فالحمد لله يعني يمكن معظم البطولات مع بعض. يعني الفترة الجاية بقى إن شاء الله يعني خلاص البطولة العربية الحمد لله تم التتويج بيها، الفترة الجاية بقى إن شاء الله هتستعدوا زي لبطولة الدوري بداية من النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله بقى إحنا هنضاعف التمرين وبرضو نعمل معسكر إن إحنا نتمرن صبح وبالليل عشان نفضل رافعين اسم النادي الأهلي رقم واحد إن شاء الله، سواء في الدوري أو في البطولات الفردية إن شاء الله. نفس طبعا بحب اشكرهم جدا لان هم دايما في ظهرنا وبيدعمونا ودايما بيبعتوا لنا، فدي طبعا حاجه بتفرحنا جدا وبتخلينا دايما ان احنا عايزين نبقى الاحسن عشان نبقى رافعين اسم النادي الاهلي. ميرسي جدا يا مروه، ميرسي جدا يا مريم. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين طبعا في تغطيتنا معاك، ويمكن في هذه اللحظات طبعا معانا نجمه النادي الاهلي ساره عبد العزيز. ساره طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي في البدايه، وخليني طبعا ابارك لك بعد تتويجكم بلقب البطوله العربيه للانديه. طبعا البطوله كانت جامده لانها كان فيها محترفين، احنا الحمد لله خدنا اول وكسبناها والماتشات كلها كانت كويسه، بس احنا الحمد لله كنا قدها. دايما بقى كابتن عادل كان بيتكلم معاكم في ايه بقى قبل كل مباراه وقبل البطوله عامه لما كنتوا تستعدوا للبطوله بشكل عام؟ ان احنا كلنا نبقى روح واحده ونبقى فريق واحد وكلنا نسخن مع بعض، واول ماتش زي اخر ماتش بالظبط، مفيش فرق خالص. ايه اصعب مباراه كان بالنسبه لك يمكن اللي قعدتوا استعدتوا لها بشكل اقوى؟ كان كابتن عادل دايما بيكلمكم عنها وان انتوا يعني تتركزوا جدا في المباراه دي عشان تفوزوا وتتفوقوا فيها. الفاينل هو طبعا كل الماتشات الكابتن كان دايما على طول قبلها يبقى عمال بيقول لنا قبل كل ماتش كل ماتش ده مهم جدا وليه اهميه، بس هو الفاينل كان اصعب ماتش لان احنا كنا بنلعب العراق وكنا جايبين بنت كويسه من ايران محترفه. احنا الحمد لله كسبنا الماتش بسهوله كمان الحمد لله، الفضل يرجع للنادي الاهلي. كنا متفوقين في اول شوطين وثالث شوط يمكن النادي الاهلي تراجع شويه، ولكن الحمد لله ان احنا نتقدم في ثالث شوط ونفوز بالبطوله. الحمد لله. الماتشات خلصت هو جيم واحد بس اللي احنا خسرناه، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب ونغلبهم الحمد لله. طبعا غير الاستعدادات القويه اللي استعدتوها مع كابتن عادل الشمالي المدرب العام للفريق، يمكن كمان كان في دعم كبير جدا من كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وكمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كابتن رؤوف جه معانا للسفريه والحقيقه كان معانا خطوه بخطوه، وعلى طول قاعد فوق يتابعنا وعلى طول بيشجعنا وعلى طول يسالنا ولو حد عايز حاجه، وعلى طول متابعنا ماتش بماتش وما سيبناش لحظه. تحبي تقولي طبعا لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد كله فرحان طبعا بعد فوزكم بلقب البطوله العربيه للانديه؟ بشكرهم جدا طبعا لانهم كانوا معانا خطوه بخطوه وعلى طول يسالوا عننا عملنا ايه وما عملناش ايه، على طول ينزلوا الصور بتاعتنا، الحمد لله كانوا مدعمينا جامد جدا الحمد لله. ميرسي جدا يا ساره وبارك لك طبعا مره ثانيه. ميرسي لحضرتك، شكرا. اكيد يا كابتن هيثم مستمرين معاك، ومعانا طبعا لقاء مع يعني واحده من نجوم النادي الاهلي للتنس الطاوله طبعا هنا جوده. هنا طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا ابارك لك على البطوله العربيه، يمكن دي اول مشاركه دوليه بالنسبه لهنا جوده بعيدا عن بقى المشاركات المحليه هنا في مصر. لا بس البطوله العربيه اول بطوله دوليه بره طبعا مصر يمكن تشاركي فيها يعني بشكل رسمي. انا كنت في بطوله يعني دوليه من شويه، بس دي اول بطوله عربيه ليا مع النادي الاهلي وشرف ليا جدا ان انا ابقى موجوده فيها، يعني مبسوطه جدا ان احنا الحمد لله خدنا اول وان انا عرفت يعني عرفنا كلنا نشرف النادي دي الحمد لله. استعدتي ازاي هنا طيب للبطوله دي؟ احكي لي مع طبعا كابتن عادل الشومان. احنا كنا كل يوم بنتمرن هنا في النادي الصبح وبالليل، والنادي كان موفر لنا كل التمارين اللي تخلينا جاهزين للماتشات وكده، فالحمد لله كله كان كويس وكسبنا الحمد لله. كابتن عادل بقى كان دايما بيتكلم معاكي بقى طبعا اصغر واحده في موجوده في الفريق، ولكن ما شاء الله طبعا يعني القدرات، كان دايما بيتكلم معاكي في ايه بقى قبل كل مباراه وبالذات المباراه النهائيه امام الغاز الجنوب العراقي؟ كان بيقول يعني العبوا براحتكم يعني مفيش ضغوطات، عشان احنا الحمد لله يعني الحمد لله كنا جاهزين يعني عشان التجهيزات اللي كنا بقى لنا حابه بنتمرن لها، فالحمد لله البطوله كانت سهله وكله كان كويس الحمد لله.
تحبي تقولي طبعا ايه لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره الجايه تستعدي ازاي بقى لبطوله الدوري العام للتنس الطاوله؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله عندي بطوله افريقيا، فان شاء الله اشرف الاهلي فيها واشرف المنتخب، وان شاء الله يعني نفضل مشرفين على طول وناخد ان شاء الله كل البطولات اللي نقدر نجيبها ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا يا هاني، واكيد ببارك لك تاني حبتي على البطوله. انا طبعا ده كان يا كابتن هيثم لقائنا مع كل لاعبات النادي الاهلي لفريق التنس الطاوله بعد فوزهم وتتويجهم بلقب البطوله العربيه للانديه اللي كانت مقامه في الاردن من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلميك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل.